دنيا عشري عامله حاجات حلوه قوي، برحب بيها ومشرفانا ومنورانا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. احكي لي بقى، دخلتي مجال الفاشن ازاي وبقالك قد ايه وازاي اول مره قابلك؟ انا بقالي بالظبط سنتين، دي تاني سنه، يعني دي تاني سنه بالظبط ليا في المجال ده. قبل كده كنت بحب جدا الارتس وبحب الفاشن وبحب اخد كورسز وادخل وركشوبس وكده، بس كنت بشتغل عادي في شركات، بس كان دايما عندي الفاشن ناحيه الديزاينز، ناحيه الارتس، ناحيه الحاجات دي. فدرست فاشن ديزاين كورسز وورش في الفاشن ديزاين، وقررت ان انا هبتدي البراند بتاعتي وسميتها دي اي ستوديو. من اكتر الحاجات اللي كانت انسبايرنج بالنسبه لي الكالتشر العربيه والخط العربي، الكاليجرافي العربي. دايما كان عندي اوبسيشن بالعربي والخط العربي والكاليجرافي العربي في كل حاجه، في اللبس وفي النحت وفي كل حاجه. فحبيت ان انا ادخل الانسبيريشن ده على الكولكشن بتاعتي الجديده، سميتها شيدز اوف جولدن دريم، لان هي بتنتمي لعصر قديم وعصر ذهبي، يعني بترفلكت الثقافه بتاعتنا العربيه والشكل بتاعنا العربي. الكولكشن دي كلها دراسز وجامب سوتس معموله بطريقه بكاتس فيري مودرن وماشيه قوي على علامات جدا، بس في نفس الوقت تاخدك للزمن او للكالتشر العربيه القديمه. ومنتشر جدا دلوقتي ان احنا بنحب فعلا نلبس حاجات عليها كلام انجلش وعليها كاليجرافي. بالظبط، انا لسه كنت هقول لك ده. احنا عندنا شويه عقده الخواجه، وتلاقي دايما عندنا ناس بتلبس حاجات عليها حروف اجنبيه بالزبط. او كلمات اجنبيه، وفي مصيبه بقى ان ساعات بيبقى الكلمات دي ليها معاني او ايحاءات معينه الناس مش فاهمه ايه ده بالزبط. او رموز الناس مش فاهمه ايه ده، لابسين حاجات وهي بترمز لاشياء او حاجات مش لايقه على الثقافه بتاعتنا وناس مش فاهمه ايه ده، وبيقولوا لك لا حاجه بقى مكتوب عليها دي بالعربي دي مش حلوه ومش لطيفه وكده. فده ما بتشوفي بقى انت صعوبه ان الناس مش قادره تتقبل الحاجات اللي بالعربي بالذات في السواريه وفي الابريمي دي؟ الموضوع كان ريسكي في الاول شويه، انا كنت خايفه من رد فعل الناس وهل هيتقبلوه ولا لا، بس انا لما دخلت الكات المودرن والديزاينز المودرن فيها لقيت قبول من الناس عالي جدا، سبيشلي ان هو مدي شكل الليدي العربيه القديمه وفامينين جدا، في نفس الوقت الكات مودرن جدا، فالكومباينيشن كان لطيف. انت عامله حاجات جريئه جدا ميرسي ومختلفه جدا، واشرحي لي القماش ده معمول ازاي؟ يعني بالذات اخر واحد شفناه اللي احنا متعودين دايما الديزاينرز بيجيبوا الدانتيل من بره، ففي الغالب الدانتيل من بره بيبقى عليه ورد، فانت هنا عامله حاجه الاخراني ده عليه زي عامل زي الدانتيل بس عليه حروف عربي، فانا عايزه افهم بالزبط. معمول ازاي؟ انا بتجه لحاجتين عشان اكون مميزه في الفابريكس اللي انا بطلع بيها، سبيشلي ان انا اخترت في الكولكشن دي بالذات ان انا ريفلكت حاجات عربي وروح عربي. في حاجات منهم مطبوعه اللي هي الفابريكس نفسها مطبوعه، وفي حاجات وبعد كده اتطرزت، وفي حاجات معايا رسام من فنون جميله بيرسم الديزاين اللي في دماغي وبنقعد مع بعض ونرسم، بعد كده بنبتدي ان احنا نفرغ القماش نفسه سواء كان قطيفه او سواء كان هو ساتان او حاجه، نبتدي نفرغه على الرسمه اللي هو رسمها. أوكي. وبعد كده بنطرزه. فطبعا هي بروسس بتاخد وقت طويل جدا طبعاً. بس بتطلع لك كده شكل. انت كده القماشه انت صنعتي القماشه بتاعتك بالظبط، مش اي قماشه بالظبط، دي تعتبر دانتيل او حاجه برودري كلها بالظبط بالظبط. برافو عليكي. بتبيعي حاجتك ازاي؟ اونلاين على البيج بتاعتي اسمها دي اي ستوديو. دي اي ستوديو، دي اي لازقه في بعض، دي اي لازقه في بعض وبعدين سبيس وبعد كده ستوديو. اس تي يو اس تي يو دي اي او بس بس مش حاجه تانيه. دي على الفيسبوك وعلى الانستجرام؟ على فيسبوك وعلى انستجرام، وفي اتيليه عندي في التجمع الخامس. اوكي. برضو بالابوينتمنت لو حد بعت لي على انستجرام بروح الاتيليه وبعمل له حاجه كاستمايز لي. برافو عليكي. انت دلوقتي بقالك دي تاني سنه، دي كولكشن رقم كام؟ دي تاني كولكشن. طب هسالك حاجه، انت دلوقتي هتتخصصي ان اي كولكشن هتعمليها هيبقى فيها الخط العربي؟ ده اللاين بتاعك؟ لا، يعني انا مش يعني مش واخده بس الجزء بتاع العربي، انا من كتر حبي في الخط العربي وفي الكاليجرافي في الكالتشر. اكيد. ليه لا؟ ليه ما بقاش ده؟ انا هبقى رايح في اي مناسبه هبقى عارف لو شفت واحده لابسه حاجات بالشكل ده هبقى عارف ان دي من عند دنيا عشري.
وبعدين انت ممكن توظفيها بطرق مختلفه جدا. انت فنانه هتقدري، ما في ديزاينرز كتير عالميين بتلاقي البراند بتاعتهم اصلا على اللبس حتى في السوار ايه زي عندك بقى شانيل بيحط العلامه بتاعته، زي لوي فيتون، زي دولتش اند جابانا دي واسمها ايه، حروف تجاريه محطوطه على الهدوم وناس بتشتريها. فبالك انت لو بقى فننتي وعملتي مثلا كولكشن ام كلثوم وكل الاغاني بتاعتها كانت مكتوبه ها بصورها، كولكشن سندريلا سعاد حسني بحاجات ليها علاقه بافلامها واسامي، اتس فيري نايس. الفرشه كبيره بالظبط. انا حابه جدا الجزء، يعني انا من زمان جدا انا بحب الكاليجرافي، بحب الاركتكتشر العربي، وبحب الهيستوري، بحب كل حاجه ريليتد بالكالتشر العربي. عشان كده حبيت اوظفها في ديزاينز مودرن، وهفضل يعني هفضل اوظف الحاجات دي بطريقه مودرن وادخلها مع حاجتي. بس الفكره ان انا كديزاينر في حاجات تانية بتانسبايرني، يعني ساعات بكون انسبايرد ان انا ممكن مثلا الكالتشر العربيه عملتها مره، ممكن احب ان انا ادخل في كالتشر تانية او اركيتكتشر او نوع من انواع الاركيتكتشر، ان انا يعمل لي انسبيريشن فاعمل منه كولكشن بطريقه مختلفه. فانا هيكون عندي مميزه بالجزء بتاع العربي والكاليجرافي والجزء ده، بس هدخل معايا حاجات تانية ان شاء الله برضو، بس كل حاجه عندي فيها انسبيريشن. يعني انا من النوع اللي باخد شويه الريسك، ما بخافش ان انا يعني اقدم حاجه جديده، بحب دايما ان الحاجه يكون فيها فن اكتر ما هو لبس بس. يعني بحب البيس اللي تطلع من عندي تكون فيها جزء كبير قوي من الفن ومن الانسبيريشن. ده مهم جدا جدا جدا. عايز اعرف انا نوعيه الزبونه اللي بتشتري حاجتك، شخصيه جريئه ولا شخصيه كلاسيك ولا ايه؟ جريئه جدا، جريئة جدا. يعني شخصيه جريئه جدا ومحبه للارت. يعني لو حد بيحب الارتس جدا هيحب يلبس حاجه فن. شكلها مميز وفيها فن وفيها اختلاف، وفعلا البيس وانت لابسها ممكن تحس ان فيها فن. طب اغلبيه الحاجات اللي انا شايفها ابيض واسود، الكولكشن كلها كده تقريبا، الكالر باليت بتاع الكولكشن دي ابيض واسود ميلي، ومدخلين معاه الجولد. الجولد اوكي. والكولكشن قبل كده كانت فيها الوان ولا كانت فيها الوان؟ لا كانت فيها كولرز، كانت فيها كولرز. اوكي. دي كولكشن الخاصه بخريف وشتاء 2018 2019. في حاجات تنفع كريسماس كمان والمناسبات دي. اكزاكتلي. بتحضري صيفي بقى ولا ايه دلوقتي؟ بحضر دلوقتي الكولكشن في الصيف، وبحضر الكولكشن تانية ان شاء الله هتكون برايدل، يعني في جزء عندي هيتعمل فساتين افراح. طيب عندي استفسار، انت عامله كله سواري، ما جربتيش تعملي بالستايل ده حاجات كاجوال؟ يعني انت دلوقتي لابسه مش ابريميدي، هقول عليه صح، مش عامله حاجات ابريميدي شويه؟ عامله حاجات ابريميدي، وعملت في رمضان اللي فات برده كولكشن رمضان طبعا دخلت فيها العربي، دي كانت مميزه جدا، واتفاجئت برده برد الفعل الناس ناحيه الكولكشن، الناس حبتها جدا. كنت عاملاها كفتانس مناسبه جدا للخروج والنايت اوتس في رمضان، وفي نفس الوقت كلها كانت كاليجرافي برضه. كلها كانت كاليجرافي بالحرف. مين بيساعدك في شغلك؟ بيساعدني في شغلي اهلي، بيساعدوني كتير، ماي فاميلي، فريندز، يعني مينلي يعني فاميلي اند فريندز يعني. اوكي. الله، حاطين لك المزيكا لايقه جدا. اي خدمه، اي خدمه. انت النهارده شرفتيني ونورتيني، بنورك يا شيخ. كولكشن حلوه مختلفه، فيها جراءه، فيها فن. احب حاجتك دي كمان نشوفها بره مصر، ده اللي انا بحاول اعمله طبعاً. في الفتره طبعاً. دي انا بعت الانفلونسرز، سوشيال الفاشن انفلونسرز بره، وناس مهتميه بالفاشن، بعت لهم البيسز بتاعتي، وفعلا اتلبست في لندن وفي نيويورك، وكانوا موهومين جدا بفكره الكاليجرافي العربي وحابينها جدا. برافو عليك. وان شاء الله هنقدم في فاشن ويكس برضو بره مصر ان شاء الله. بشكرك. ثانك يو. وبشكر صديقتي الصادقه ساميه سينجر انها عرفتنا بيكي. ميرسي يا ساميه. بشكرك جدا جدا، وكل كولكشن وانت طيبه، ودايما نشوفك عندنا في 24. اكيد ان شاء الله. ثانك يو. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في الشارع وشفتوا حاجات جديده ومختلفه. وبقالنا كتير ما ختمناش باغنيه شارعنا، فنختم دلوقتي تحت الشباك.